دونك في اطار تفعيل البرنامج الوطني مدن بدون صفيح تحت الرئاسه الفعليه لصاحب الجلاله الملك محمد السادس نصر الله وايده، وتنفيذا لتوجيهاته الساميه الراميه الى محاربه السكن غير اللائق وتحسين ظروف المواطنات والمواطنين، باشرت عمليه مقاطعه عين الشوق، عمليه اعاده ايواء قاطني دور الصفيح المتواجده بعده من الدواوير التابعه لنفوذها الترابي. نشهد اليوم على هدم اخر مسكن بدور الخضره الذي يتواجد في منطقه استراتيجيه على مستوى تقاطع محورين رئيسيين وهما شارع مكه وشارع فاس، وكذلك المتواجد بمقربه من القنطره المعلقه على الطريق الوطني رقم 11. فهذه الدوار يعتبر من الدور القديمه التي يفوق عمرها 60 سنة، وكان يضم حوالي 180 أسرة استفادت من عملية إعادة الإيواء بمشروع النصر المتواجد بإقليم النواصر، حيث لحد الآن تم توزيع 60 بقعة أي ما يعادل 120 أسرة مستفيدة. دونك فهاد الأسر المستفيدة تم ترحيلهم إلى مشروع النصر المتواجد بإقليم النواصر.